الإقليمي ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم السابق. يا أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضراتكم. الأول السؤال، هل وصفنا بشكل دقيق ولا عندكم آراء تانية؟ هل إحنا فعلا عندنا أزمة حادة في أعداد المعلمين في بعض المدارس وعندنا زيادة في مدارس أخرى، ولا الصورة مش كده؟ هو التوصيف مظبوط، في عدم توزيع أو مراعاة التوزيع في أعداد المدرسين في المدارس بالنسبة للمحافظات، مش في المحافظة الواحدة، في المحافظة يعني تختلف من محافظة لمحافظة. إنها محافظة زي محافظة الجيزة التوزيع فيها مظبوط ولكن هناك عجز موجود. التوزيع فيها مظبوط ولكن فيها عجز، فيها ما زال فيها عجز لنقص عدد المدرسين، وده بيرجع لأسباب. إحنا كان عندنا دبلوم المعلمين بيخرج بيتعين، اتوقف دبلوم المعلمين من سنة 94 فأصبح ما فيش تعيينات، بقى خارج وما فيش داخل. نفس القصة كليات التربية، كان بيكلف المعلم أول ما بيخرج من كلية التربية يكلف ويعين على طول معلم، وبعدين بدأ التكليف يتلاشى من غير صدور قرار بإلغاء التكليف، هو انتهى لوحده كده التكليف، فأصبح برضو الناس بتخرج عند سن الستين وما فيش بديل داخل. فدي المشكلة الأساسية في وجود عجز في المدرسين، دي المشكلة الأساسية، إنه التخصصات إن مبقاش فيه ما عنديش داخل، بقى فيه خارج وما فيش داخل. مدرسين لازم يراع في الوزارة دي، ما عنديش قصادهم بيجي. كان لازم يراع في الوزارة بصفة خاصة وزارة التربية والتعليم، لأن هم معتبرين إحنا وزارة خدمية، فمش مهم نعين، مش مهم التكليف، إحنا مش وزارة خدمية، إحنا وزارة إنتاجية، وطول ما في أولاد في المدارس لابد أن يكون هناك معلمين. طبعا هم نسيوا القصة دي، ما أعرفش ليه، عرفوا ان يبقى في لازم يبقى في تلميذ يبقى في معلم ليه. طيب لا، النهارده بقى في تلميذ ما فيش معلم. احنا عشان كده متشرفين باستضافه حضرتك النهارده عشان تبقى نموذج، او نتكلم على يعني كنقيب بمعلمي الجيزه، نتكلم على ناخد الجيزه كنموذج مثلا. احنا فعلا في الجيزه عاملين نموذج هقوله ان شاء الله، يعني واحنا خلال الدردشه. خليني بس ابدا الاول بسؤال الاستاذ ايمن.